أهلا بكم. اعترف القيادي الكردي والرئيس السابق للجمهورية برهم صالح أن النظام السياسي الذي أقيم بعد العام 2003 لم يعد صالحا للاستمرار في حكم العراق. وقال صالح في مقال نشر في مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن هذا النظام ولد جزئيا من حالة الخوف حيث كان الشيعة بعد العام 2003 حيث كان الشيعة يخشون من هيمنة الأقلية عليهم، والأكراد كانوا خائفين من استبداد المركز، بينما السنة غائبون عن العملية السياسية وفق صالح. وأضاف صالح أن العراق ما يزال يعاني من مشاكل متجذرة وعقود من الفشل السياسي والحكومي والتوترات العرقية والدينية والحكم السيء والفساد المتفشي وظهور دولة مقيدة وضعيفة هيكليا تهيمن عليها أطراف غير حكومية، في إشارة واضحة إلى الميليشيات الولائية التي تهيمن على الدولة، وأنه ليس من المفاجئ أن يزداد احتقار العراقيين وعدم ثقتهم بهذا النظام. اعتراف برهم صالح بانتهاء صلاحية النظام السياسي الطائفي ونظرة الاحتقار والازدراء الشعبية لهذا النظام هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية. ماذا يعني حديث برهم صالح عن انتهاء صلاحية العملية السياسية بعد 20 عاما على تأسيسها؟ ومن المسؤول الرئيس عن انحدار النظام السياسي بعد العام 2003 إلى نقطة احتقار وازدراء الشعب العراقي لهذا النظام الطائفي الفاسد؟ ولماذا لم يسمي برهم صالح الأطراف غير الحكومية التي تسيطر الآن على الدولة العراقية والتي حولتها إلى دولة ضعيفة وهشة ومفككة؟ ومن المنوط به تقديم مشروع وطني لإنقاذ العراق من العملية السياسية المتهرئة والفاقدة للصلاحية ومخاطر استمرارها؟ ضيف الطاولة عبد المنعم الأعسم وهبة الفدعم. نظام انتهى ولم يبق منه إلا بقايا أطلال آيلة للسقوط. هذه الحالة التي وصلت إليها العملية السياسية في العراق بعد عقدين من الزمان قضتها فسادا وصراعا باعتراف مسؤولين كبار خاضوا غمار تجربتها، من بينهم برهم صالح الذي هاجم العملية السياسية في تقرير له موردا قائمة بما وصفها بالعوامل السلبية السيئة التي قادت إلى الوضع الحالي في العراق، حيث اعترف بسيطرة الفساد على مقدرات الدولة وفشل النخبة السياسية بتحقيق آمال الشعب العراقي والوعود التي أطلقت عقب الاحتلال وتأسيس النظام الجديد الذي هو جزء منه. النظرة غير المعتادة التي كتبها صالح من خلال مقاله عن الأوضاع في العراق والتحديات التي تواجه البلاد تركت أثرها على مضامين الإعلام الأجنبي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص، باعتبارها نظرة إلى داخل أروقة السياسة العراقية تبين بشكل واضح حجم الخراب في بنية العملية السياسية. يؤكد صالح أن هذا النظام قد ولد من حالة الخوف والذعر الناتجة عن خوف الشيعة من عودة ما سماه بالأقلية للهيمنة على حكم العراق، وهو خوف شاطرهم فيه الأكراد الذين انتابتهم حالة من الخوف والذعر أيضا مما سماه بالاستبداد السياسي من المركز، بينما كان العرب السنة غائبين بل مغيبين بالكامل. هذه المخاوف التي سيطرت على الشيعة والأكراد ونظام الحكم الضعيف نتج عنه ظهور دولة مقيدة وهزيلة هيكليا تهيمن عليها أطراف غير حكومية، في إشارة واضحة إلى الميليشيات الموالية لإيران. القضية لم تعد فساد نظام سياسي فحسب، وإنما انهيار للدولة بشكل كامل حسب ما لخصه مقال برهم صالح، والذي يدفع الثمن حاليا هو الشعب العراقي، كما ذكرت منظمة Human Rights Watch في تقرير سابق لها عن تداعيات العملية السياسية على الدولة العراقية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في المقال أو مضامين المقال الذي ورد أو الذي كتبه الرئيس السابق برهم صالح في مجلة فورين بوليسي عن النظام السياسي وانتهاء صلاحيته. ضيفا الطاولة الأستاذ عبد المنعم الأعسم الباحث الصحفي والباحث السياسي، سيكون معنا عبر سكايب
من لندن، وأيضا هبة الفدعم الباحثة في شؤون الشرق الأوسط، وستكون معنا عبر سكايب من العاصمة واشنطن. أهلا وسهلا العاصمة الأمريكية، أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. وسنبدأ مع الأستاذ عبد المنعم الأعسم، بس أطلب من غرفة السيطرة، لأن الصوت يصلني، هناك صوت يصلني من غرفة السيطرة رجاء. الأستاذ عبد المنعم الأعسم مساء الخير مرة ثانية. الورد يا مرحبا. المقال الذي كتبه برهم صالح في مجلة الفوريان بوليسي تحدث عن علل وأمراض النظام السياسي، وأنه منتهي الصلاحية، وأنه أصبح محل احتقار وإزدراء الشعب العراقي. ما الذي يمكن أن يفهم من هذا المقال الذي كتبه برهم صالح وهو وحزبه ركن أساسي في العملية السياسية والنظام السياسي الذي تأسس قبل 20 عاما؟ نعم، أحييكم وأريد أن أؤكد أن مقال السيد برهم صالح يعني أشياء كثيرة، لربما في مقدمتها هي نوع من الحسابات لمستقبله السياسي. هو يحاول أن يعطي أكثر من رسالة تفيد بأنه مقبل إلى الساحة ولم يقصى عنها، خصوصا وأنه في الحقيقة يقف في مفترق طرق إلى بين 3 خيارات. الخيار الأول أن يعود بزخم إلى داخل الاتحاد الوطني بالفريق القيادي، وهو يحتل أعلى منصب في الاتحاد، ولكن لهذه العودة استحقاقات كبيرة. وثانيا أن يعود إلى مربع الاستقلال بأن يحيي مشروعه السابق وحركته السابقة، أو تأسيس حركة جديدة مستقلة عن الجماعات السياسية الكردستانية. وثالثا أن يهجر الحياة السياسية ويعمل معارضا أو صامتا لفترة قد تطول بانتظار ما تصفر عنه الأحداث لكي يقرر ماذا ينفع هذا المستقبل. أنا أميل إلى الخيار الثالث. برهم صالح هذه الأفكار التي أطلقها في الحقيقة كان لربما جزئيا أثارها عندما كان في المنصب. هو تحدث عن عقم النظام السياسي وعن الحاجة إلى تجديده وعن يعني عقد اجتماعي جديد. كل مرة يكرر عقد اجتماعي جديد. نعم، وهو يدعو إلى عقد اجتماعي جديد، وفي هذه المرة يتحدث عن العمليات الديمقراطية، أن البلد اجتاز 6 معابر ديمقراطية، وهو يشير إلى فرص الانتخابات وأنها كلها انتهت إلى مأزق ومن مأزق إلى مأزق. ما يعنيه في الحقيقة، وهو ينتظر ردود الأفعال، ولكني أستبق التحليل فأقول أن ردود الأفعال كانت باهتة، وأن الكثيرين كأنهم يعني تجاهلوا تصريحات وحديث السيد برهم صالح. لربما هناك شعور بأنه هزم، وأن هذه التصريحات هي بعض من إرهاصات هذه الهزيمة. نعم، بالحقيقة القضية ربما أكثر من كونها متعلقة بشخصية سياسية، شخصية حزبية، برهم صالح تتعلق بمستقبله. هناك أيضا الحقيقة ظهرت تصريحات وتقارير، مثلا جينين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة تحدثت أن هذا النظام الحقيقة يجب أن لا يستمر، وإذا استمر سيأتي بنتائج كارثية. وكانت تحدثت أيضا في إحاطة أمام الأمم المتحدة أن الانفجار الشعبي قادم إذا هذا النظام أو الطبقة السياسية لم تعد النظر بممارساتها. وهناك أيضا تقارير ظهرت قبل يومين تتحدث أن هناك حراكا دوليا لإجراء تغيير جوهري في العملية السياسية وتغيير وجوهها
لأن الوضع طبعا على خلفية تقارير كارثية حقوقية وغير حقوقية عن فساد، عن انتهاكات، عن قتل وما إلى ذلك. والحقيقة هذه مع مقال برهم صالح قد يعني تعطي صورة أكثر شمولية من كونها تتعلق بحزب أو بمستقبل سياسي لركن من أركان العملية السياسية. نعم أسمعك أستاذ عبد المنعم، تعلق على ما ذكرت. نعم نعم استمعت جيدا لهذه المطالعة، وأنا يعني أوافق على الخطوط العريضة لقراءة هذا الحديث، ولكني يعني أحب أن أشير إلى قضية في غاية الأهمية، هي تتعلق بالعملية السياسية نفسها. هذه العملية السياسية التي هناك ما يشبه الإجماع على أنها تحتضر أو أنها احتضرت في الواقع، لأن منذ أكثر من عقد من السنين أطراف العملية السياسية يتعاملون معها باعتبارها واجهة لصفقات وليس لإدارة البلد. إذا عدنا إلى البداية لفكرة العملية السياسية قبل يعني عشية الاحتلال، كان هناك يعني تفكير بأن العملية السياسية هي فكرة إدارة البلد من قبل المجموعات السياسية التي المعارضة للنظام السابق. وجزئيا وبالتفصيل أن هناك ثلاث جهات أو ثلاث مكونات تدير شؤون البلد عبر أطرافها السياسية، وهذا ما حدث. يعني هناك شراكة في إدارة البلد، بمعنى ما أن البلد هذا لا يمكن أن يدار من قبل جهة واحدة أو حزب واحد أو كتلة واحدة أو مكون واحد. هذه هي فكرة العملية السياسية. نعم. ولكن بغضون عام واحد أو عامين اتضح أن هذه لا تعجو عن كذبة أو صفقة، أو هي نوع من إدارة المصالح الحزبية. ومن ثم انفتحت العملية السياسية على فساد مريع، على نهب الدولة، نهب أموال الدولة، الاستئثار بالسلطة، يعني تقريب قد نتحدث عن عما قد يبنى على مثل هذا التشخيص أو الاعتراف من قبل برهم صالح. ست هبة مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ ماجد، تحية طيبة لحضرتك ولضيفك الكريم الدكتور عبد المنعم ولجميع المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. ما ورد في مقال برهم صالح هل يعد اعترافا مريرا من ركن رئيسي ومن قطب رئيسي في العملية السياسية هو وحزبه، ولو جاء متأخرا هذا الاعتراف، أم هو تشخيص لعلل وأمراض العملية السياسية بغرض العلاج وإيجاد حلول لإخراج العملية السياسية من مأزق صار عبد المنعم وصفها أنها محتضرة أو محتضرة أو شبه محتضرة؟ نعم، أنا أود أن أذهب مع الاحتمالين مع بعضهم البعض. هو تشخيص وهو اعتراف أيضا وإبراء ذمة للرئيس العراقي السابق برهم صالح، دكتور برهم صالح، عند انتهاء فترته الرئاسية وعندما ألقى هذه التي أود أن أسميها خطبة بمناسبة مرور 20 عام على الغزو الأمريكي للعراق. هو تشخيص، نعم هو تشخيص، هو حالة موجودة ويدركها كل السياسيين، أي قبل أن يدركها الشارع العراقي أيضا يدرك مدى الفشل ومدى الهشاشة التي موجودة حاليا داخل الحكومة العراقية، والتي هي مو فقط احتضرت وإنما هي من وجهة نظر الشارع العراقي والمجتمع العراقي هي ميتة. يعني لا تؤتي بثمارها ولا تؤتي لم تأتي بما كان يطمح له العراقيين بعد مرور 20 عاما من وجود هذه الشخصيات ومن وجود هذه الحكومة العراقية. نقطة مهمة أثارها الدكتور عبد المنعم هو أنه هناك كان تجاهل وعدم اهتمام أو عدم لفت انتباه للجميع لكل ما ذكره، لكل النقاط التي ذكرها الدكتور برهم صالح في الكلمة التي ألقاها بمناسبة المرور 20 عاما على
الغزو الأمريكي للعراق. بالفعل هو لم يعيروا اهتمام لهذه النقاط التي أثارها، لأنه هو لم يأتي بالشيء الجديد. كل الأشياء التي ذكرها دكتور برهم صالح هي موجودة، العراقيين لا يحتاجون إلى سماعها ليدركوا إنها موجودة. العراقيين يعيشون هذه الحالة يوميا، يدركونها يوميا. هذه نقطة. النقطة الأساسية والمهمة أيضا أنه تعود العراقيين وتعودنا نحن كشعب أنه بعد انتهاء كل فترة للشخصيات التي موجودة داخل العملية السياسية، دائما ما يبدأ بكشف للأوراق، دائما ما يبدأ بكشف للإخفاقات، الجوانب السلبية التي موجودة في العملية السياسية، وكأنما يظهرون إبراء ذمتهم أمام الشعب العراقي أنه فعلا. بالعادة هذه الاعترافات أو الكشوفات التي يقدمونها عادة ما تقدم قبيل الانتخابات في المواسم الانتخابية، قبيل الانتخابات. لكن ذكر الدكتور عبد المنعم نقطة مهمة جدا وأساسية، حاول أن يمسك العصا من الوسط الدكتور برهم صالح، وحاول أن يحافظ على وجوده وعلى ثقله كشخصية سياسية في الشارع العراقي، لذلك أدلى بهذه التصريحات وشخصها أيضا. هذه النقاط التي أثارها من ضعف، من هشاشة، من احتقار وعدم احترام للجمهور للعراقيين والجمهور العراقي والشارع العراقي لهذه العملية السياسية، هو لم يأتي بشيء جديد. هو فعلا هذا الشيء موجود، هذا الشيء ترجم عن طريق العديد من المظاهرات التي مستمرة التي والأصوات دائما التي تطالب بالتغييرات الداخلية، والتي تطالب بالحفاظ على السيادة العراقية، والتي تطالب بالإصلاحات الجذرية التي يجب أن يتم لفت النظر لها. هو لكن جيد أن 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 مثل هذا الكلام أو هذا الاعتراف يأتي من قطب رئيسي في العملية السياسية، في حين كان الرأي العام في العراق والكل يسمع أنه لا خيار أمام العراقيين إلا العملية السياسية، التخلي عن العملية السياسية، تقويض العملية السياسية، إرجعنا إلى المربع الدموي. ولذلك العملية السياسية وهكذا يقول راعوها وداعموها والمشتركون فيها أنها في تطور تراكمي، في تطور تراكمي. فيأتي هذا الاعتراف من ركن ويقول لا، النظام منتهي الصلاحية ومحل احتقار وازدراء العراقيين. هذا فعلا هذا موجود، لكن يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار وجهة نظر المجتمع الإقليمي ووجهة نظر المجتمع الدولي أزاء هذه الحكومة العراقية التي موجودة حاليا. هل المجتمع الدولي أو الإقليمي الآن مستعد على حدوث تغيير شامل وجذري واقتلاع للي موجود داخل العملية السياسية حاليا؟ أنا لا أذهب مع هذا الرأي. أصبح جلي جدا وواضح بما أننا نتحدث الآن بخطبة ألقاها الرئيس العراقي السابق بعد مرور 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراق. ما حصل قبل 20 عاما وكان الهدف الرئيسي والأساسي أصبح واضح وجلي، ويدرك الشارع العراقي ويدرك العراقيين ككل أنه لم يكن الغرض الأساسي هو إزاحة النظام العراقي السابق، لم يكن الغرض الأساسي هو المجيء بالديمقراطية ليتمتع بها الشعب العراقي. الآن الغرض كان منها هو أن يراد للعراق أن يعيش هذه الهشاشة، أن يكون بهذا الشكل بعد مرور 20 عاما، بما يخدم المصالح الإقليمية وبما يخدم المصالح الدولية. فهل نحن أمام هذه الحقائق؟ هو يتحدث من الداخل ونحن ننظر إلى الواقع الإقليمي. بالمناسبة العراق الآن يعيش فترة من الأمان والاستقرار. أنا برأيي أود أن أسميه بالأمان والاستقرار الزائف، هذا الاستقرار غير حقيقي وغير عميق. هذا مو بس العراق يعيشه حاليا، وإنما منطقة الشرق الأوسط المحيطة بالعراق أيضا تعيشه. لو لاحظنا سوريا الآن، المساعي الإقليمية والدولية لإرجاع سوريا إلى المشهد العربي وإلى الحضن العربي، مؤخرا العلاقات التي استؤنفت ما بين المملكة العربية السعودية وما بين إيران، كل هذه مؤشرات على نوع ما استقرار أو هدوء نسبي نوعا ما بالمنطقة، والذي ارتداداته كانت داخلية عن العراق. هناك علاقة طردية ما بين الأمان والاستقرار في العراق وفي الخارج أيضا. أستاذ عبد المنعم، هذه الخلاصة التي توصل إليها برهم صالح في مقالة، أو الفهم العميق أو المختلف والجديد لأزمة النظام السياسي في العراق وانتهاء عمره وأنه محل احتقار العراقيين،
تعتقد أن هذا فهم مقصور على برهم صالح أم أن هناك أطرافا في العملية السياسية أيضا توصلت إلى نفس النتيجة لكنها يعني ربما لا تملك الجرأة أو الشجاعة أو مصالحها تمنحها من الإفصاح عن هذا الرأي عن هذا الموقف، لكن ربما في قادم الأيام ستتحدث بالذي تحدث به برهم صالح؟ نعم، يعني دعني أثير يعني أعيد تركيب هذا السؤال فأقول يعني هل أن برهم صالح في تصريحاته هذه يكتسب المصداقية الكاملة في تشخيص علل النظام ما بعد 2003؟ سيكون فعلا سيكون صاحب مصداقية كبيرة لو أنه في خلال ممارسته لمنصبه قد ترجم هذه القناعة وهذه الأفكار إلى مواقف إلى إجراءات. هو رئيس جمهورية ويحتفظ بصلاحية سعد المنعم رئيس رئيس الجمهورية في نظام ما بعد عام 2003، يعني منصب منزوع الدسم بلا أظافر، البروتوكولي ديكوري ليس له من الأمر شيء. أنا من ناحية النصية للدستور لربما هذا صحيح، ولكن هناك يعني تجربة واضحة هي روح الدستور. الرئيس المكلف دستوريا برعاية الدستور بمعنى أنه يستطيع أن يعطل الكثير من القوانين والتشريعات ذات البعد الطائفي، ذات الإضرار التي تضر بمصالح الشعب، التي تضر بهوية الدولة. وأما أنه يوافق على جميع هذه التشريعات فالأمر يختلف. هو يتحدث عن الدستور الذي هيئ لدولة ضعيفة متآكلة وانتهت إلى ما هي عليه من ضعف تسيطر عليها أطراف غير حكومية، في إشارة إلى الميليشيات هكذا قال بالضبط. نعم. دون أن يسمي هذه الجهات بالأفراد. يعني لماذا لا يسمى؟ لماذا لم يسمي هذا السؤال أرد أسألك أنا، لماذا لم يسمي هذه الأطراف؟ طبعا هذه يعني الذي يعرف السيد برهم صالح لابد أنه سيقول أن لديه حسابات في عدم الحديث عن هذه الأسماء. نعم. لأنه يعتقد أن الفرص لم تنتهي أمامه، لم تغلق أمام عودته إلى أن يلعب دورا سياسيا سواء في كردستان أو على مستوى العراق، ولهذا فإنه لا يثير معركة مع جهة محددة. كل تصريحاته لم يشخص جهة تتحمل المسؤولية، حتى مسألة المسؤولية لم يتحدث عنها، فيما يعني كل الحديث هو يثير السؤال من هو المسؤول عما حل بالبلد وأوصله إلى هذا الحال. دعني يعني أتوقف قليلا عند يعني عند إيه ولا قليلا لأن عندنا فاصل دقيقة ونص. تفضل. نعم. تجربة برهم صالح في قبلها في رئاسة الوزراء في نائب رئيس الوزراء ومن ثم تؤكد على أنه ليس مخلصا فيما يتعلق بتنفيذ الأفكار والقناعات التي يبشر بها. هو يلف ويدور حول الأشياء ويسوف النتائج التي يبشر بها دائما. أشكرك مشاهدي الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيفينا في حلقة الليلة، الأستاذ عبد المنعم الأعسم والسيدة هبة الفدعم. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة.
هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في مقالة برهم صالح الرئيس السابق لمجلة فورين بوليسي عن النظام السياسي وانتهاء صلاحيته. ضيفاء الطاولة الأستاذ عبد المنعم العسم والأستاذ هبة الفدا. هبة، هذا النظام الذي تحدث عنه برهم صالح وقال أنه نظام منتهي الصلاحية وأنه محل احتقار وازدراء الشعب العراقي بعد 20 عاما، طبعا ودعا إلى تغيير وما إلى ذلك، ما الذي أوصله إلى هذه النقطة؟ هذا النظام، أمريكا وإيران التي رعت هذا النظام ودعمته، تضارب المصالح، أم قوى العملية السياسية نفسها أوصلت هذا النظام إلى هذه النقطة والوضع والحال الذي يتحدث عنه برهم صالح، هذه القوى الطائفية والعرقية والفساد وما إلى ذلك؟ دعني أرجع إلى الوراء لسنة 2003 عندما جيء بهذا النظام السياسي العراقي أو بهذه الشكل للحكومة العراقية التي كان يراد لها قيادة العراق الجديد بعد 2003. لم يصل أو لم تصل الحكومة العراقية إلى هذا المستوى من الهشاشة، هي بالبداية بدأت ضعيفة، بالبداية بدأت بشكل لا يحقق ما كان يطمح له العراقيين، كانت حكومة مبنية على المحاصصة الطائفية والتي كانت شيء هجين، شيء جديد بالنسبة للعراقيين. أول الهتافات التي ظهرت إلى الشارع العراقي بعد رحيل النظام العراقي السابق سنة 2003 كانوا العراقيين بالشوارع يسيرون ويهتفون أخوان سنة وشيعة هذا الوطن من بيعه. إذن مسألة ظهور طوائف العراق، تقسيمه كطوائف والتعددية المقيتة التي أضاعت بالنهاية الهوية العراقية، هذه كانت الأداة لتضعيف وأداة لتهشيم المجتمع العراقي ولإضعافه من الداخل قبل أن يضعف من الخارج سياديا. لذلك هذا الحكومة أو مسار الحكومة من البداية هو لم يكن يمشي بالشكل الصحيح أو لما يطمح له الشعب العراقي. أعيد لأعرج لك عن ما قلته سابقا عندما أجبتك على السؤال الذي سألتني إياه، أريد للعراق، يراد للعراق أن يكون بهذا الشكل. الآن الدول، المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي استعمل الموجودين داخل هذه العملية السياسية للوصول إلى هذه النقطة، للوصول إلى هذه النتيجة اللي هي العراق أن يكون بهذه الطريقة، أن يكون بلد هش، دولة هشة، دولة آسفة أني أنه أستخدم هذه حقيقة مؤلمة، لكن دولة منهارة، دولة ناقصة للسيادة، دولة يتم فيها تطبيق لأجندات إقليمية ولأجندات خارجية، ساحة مفتوحة الآن لقيام أي حروب وكالة، بالوكالة مع القوى الإقليمية والقوى الدولية. لذلك لا يمكن أن إلقاء اللوم على المجتمع الدولي فقط ولا المجتمع، هم تم استخدام هذه الحكومة من البداية، تم استخدامهم للوصول إلى هذه النتيجة، هذه النتيجة التي كانت مبتغات من الاحتلال، من الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003. نعم، الأستاذ عبد المنعم في المقال أيضا تحدث برهم صالح عن حالة الخوف التي كانت تهيمن أو تسيطر أو تنتاب مكونات عراقية. تحدث عن الشيعة خائفون من عودة ما سماها بالأقلية للحكم، الأكراد خائفون من استبداد المركز، السنة يعني غائبون. هذا الخوف بعد عام 2003 خوف مكونات مجتمعية أم خوف قوى العملية السياسية التي فصلت، التي رتبت العملية السياسية وفق مصالحها شخصية، حزبية، فئوية، طائفية؟ هذا الخوف القوى السياسية أم الخوف عند المجتمع العراقي؟
نعم، شكرا جزيلا. وأنا أظن أن استخدام يعني موضوعة الخوف هي يعني استخدام بلاغي أكثر مما هو يعني تحليلي أو منهجي. الخوف لا يصنع أحداث تاريخية ولا يصنع اصطفافات. إذا تسمح لي أستاذ عبد المعن، يعني أنا أيضا قد أعتقد أو أن الذي جرى هو عملية تخويف وليس نعم. خوف. نعم، أنا استبقتني إلى هذه فضل. يعني هذا الرأي. نعم. هو عملية تخويف وإثارة ذعر في الأوساط في أوساط مكونات الشعب العراقي، تخويف الشيعة من السنة، تخويف السنة من الشيعة، شيطنة السنة، شيطنة الدول الأخرى، كل هذا نوع من التخويف لتمرير الصفقة الكبيرة الخطيرة التي تحدثت عنها بشكل زميلة هبة بشكل مباشر، وهي أن يكون العراق بلدا ضعيفا، أن يبقى العراق بلدا ضعيفا، وأن تغلق جميع منافذ إحياء الدولة وتقويتها واستعادة هيبتها في المنطقة. هذه هي الحقيقة، العراق ينبغي أن يبقى ضعيفا وتحت السيطرة، وفي نقطة أن يكون أن تملى عليه السياسات من الخارج، وأن تصطنع زعامات وكيانات سياسية وأحزاب وغيرها. كل هذا يعني رأيناه على أرض الواقع وتابعناه عاما بعد آخر، وهناك مشاريع لاستعادة الدولة فشلت، وهناك محاولات لإعادة التصنيع فشلت، لا يسمح بالتصنيع، لا يسمح حتى الآن أزمة المياه هي جزء من البرنامج العام لإضعاف الدولة وتدمير هذه الدولة، إبقائها. هم لا يريدون هذه الدولة أن تتلاشى، أن تبقى على الخارطة، لأنها مصدر، لأنها دولة نفطية، لأنها دولة سكانية، وهم لا يريدون أن يدمروها، لأن هذه الدولة إذا دمرت فإنها ستصدر أزمتها والدمار إلى الدول المجاورة. يريدونها هكذا وعلى هذا الحال الذي نتابعه للأسف الشديد. القوى التي تدير اللعبة السياسية ويعني تواصل الإمساك بسلطة القرار هي تنفذ هذا لربما عن رضا هذه الجهة أو تلك، ولكنها في النهاية استسلمت إلى هذا القدر، إلى هذا المرسوم، إلى هذه الخطة، بأنها يعني تتخلى عن فكرة إحياء الدولة وتقويتها. نعم. إعادة بناء. نعم ست هبة، قوى العملية السياسية، والحقيقة هناك اعترافات يعني أتت بمشروع للتخويف، التحريض الطائفي، الشحن الطائفي. بهاء الأعرجي الحقيقة لديه تصريح قال عندما جئنا بعد عام 2003 لم يكن لدينا أي مشروع سوى الطائفية واتكأنا عليه. هذا الخطاب الطائفي، هذا التحريض المجتمعي، هذا التخويف، هل ما زال له مصغين من المجتمع؟ هل ما زالت بضاعة رائجة يمكن أن تسوق للمجتمع؟ أم أنها أيضا انتهت بانتهاء صلاحية العملية السياسية وقواها؟ الشارع العراقي أو المجتمع العراقي بالكامل على إدراك تام ويقين تام أنه هذه الورقة أو هذه الأداة التي يتم استخدامها والتي للأسف نجحوا باستخدامها أثناء الحرب الطائفية بالعراق، هذه الآن بضاعة غير رائجة بالشارع العراقي. العراقيين أصبحوا مدركين تماما أنه هذه الحرب الطائفية أو العزف على وتر الطائفية هو لم يأتي من الداخل، هو جاء من الخارج وليس من الداخل. لذلك أصبحت هذه العبارات مقيمة
مقيتة ومكروهة، وحاولوا كثيرا مرارا وتكرارا إثارة هذه النعرات، وما زالوا مستمرين بإثارتها عن طريق ملف المغيبين، عن طريق التهجير اللي موجود حاليا بمحافظة ديالى، لكنهم لم يستطيعوا أن يصعدوا من هذا الخطاب الطائفي ومن هذه الحركات التي يقومون بها ويرجعون إلى المربع الأول. الشعب العراقي مدرك تماما أنهم كانوا جزء من أو كانوا محرقة لهذه الحرب الأهلية التي اصطنعوها والتي استخدموا أدواتها الطائفية عندما جيء بهم بعد 2003. هو فعلا كان صادق، ولم يكن لهم مشروع عندما جيء بهم بعد 2003. هم كانوا أداة وكانوا وسائل لإيصال العراق إلى هذه النقطة التي وصل لها العراق الآن. أما هم كمشتركين بداخل العملية السياسية لم يكن لا لهم مشروع، ولم يكن لهم خطة، ولم يكن لهم رؤى مستقبلية. المشروع والخطة وخيوط العملية السياسية هي كانت خارجية ولم تكن داخلية. طيب أنت أشرتي عندما تحدثنا عن أن هناك تقارير تتحدث عن إجراء تغيير في العملية السياسية وتغيير وجوه على خلفية تقارير كارثية حقوقية وانتهاكات وفساد وتهجير، هذا الذي يعني يسمع يوميا عن واقع العراق في وسائل الإعلام. هل ترين جدية في هذا الحراك؟ هل سيكون حراكا هو الحقيقة منقذا للعراق ويمكن الرهان عليه أو التعويل عليه؟ أستاذ ماجد، ذكرت أنت الجواب من خلال سؤالك، تغيير لوجوه موجودين بهذه العملية السياسية، وليست بالعملية السياسية، وليست بجذور هذه العملية السياسية. هناك نقطة مهمة أنا دائما ما أذكرها، أنه اللي موجودين داخل هذه العملية السياسية تمكنوا من أن يبنوا لهم جذور قوية داخل هذه العملية السياسية. ذكرها دكتور برهم صالح عندما قال هناك جهات غير حكومية فاعلة مسيطرة على القرار الداخلي في العراق، وهذه حقيقة. الوجود هذه الميليشيات، وجود هذه الجهات الغير حكومية أصبحت تضاهي بقوتها، لا بل هي أقوى من الحكومة العراقية التي موجودة حاليا. اقتلاء هذه الطبقة السياسية من الجذور حاليا والإتيان بطبقة سياسية أخرى، هذا ضرب من الخيال. الآن أنا قلتها سابقا، منطقة الشرق الأوسط المحيطة، خصوصا المحيطة بالعراق الآن، تعاني من تتمتع بفترة هدوء واستقرار نسبي. هذا الهدوء والاستقرار النسبي أيضا يتمتع به العراق الآن، وأنا سميته سابقا بأنه هدوء او استقرار او امن هش او مزيف. وما الذي بعد هذا الهدوء؟ هذا الهدوء النسبي يعني يمهد لماذا؟ استاذ هسه راح اجي لك لها، هاي نقطه جدا مهمه. المجتمع الدولي قرر ان يعتبر الحكومه اللي موجوده حاليا هي حكومه منتجه، حكومه تدفع بالعراق الى الامام. ممكن ان نرى ذلك من خلال الزيارات المتكرره والمستمره لسفيره الولايات المتحده الامريكيه، للدوائر والمؤسسات الحكوميه، والاستثمارات التي مستمره الخارجيه التي بدات بالاستثمار الان بالعراق. جينين بلاسخارت قالت السنة الماضية في أثناء التقرير الذي قدمتها إلى مجلس الأمن، ذكرت أنه الحكومة العراقية اتهمتها بالفساد، كلهم اتهمتهم بالفساد، وأنهم لم يحققوا آمال وطموحات الشعب العراقي، وأنهم كانوا يملكوا حصة سعرية للتغيير ولم يستعملوا هذه الفرصة. لكن بمنتدى العراق ذكرت أنه لا يمكن تغيير الحكومة، والحكومة العراقية الآن ماضية بشكل إيجابي، بتطور إيجابي. حتى الأصوات الإعلامية الآن كلها تتفق على أنه العراق يتمتع الآن باستقرار، وأنه هذه الحكومة اللي موجودة حاليا جاءت بنتائج إيجابية. هناك تناقض بما بالحال او بالوضع او بالوضع الراهن الذي يعيش العراق، وبما يحاول المجتمع الدولي او المجتمع الاقليمي ايهام العراق او تمويه لهذه الحقيقه. المنطقه الشرق الاوسط تعاني الان مثل ما ذكرت سابقا، بالاضافه للهدوء النسبي الذي تتمتع به، هناك ايضا منطقه شمال افريقيا على صفيح ساخن، وربما الذي بدأ كصراع داخلي بسيط ربما يمتد وربما يشتد، ليتم تصديره ليس فقط إلى شمال أفريقيا، يتم تصديره إلى منطقة الشرق الأوسط. أنا أتحدث هنا عن السودان. نعم. السودان بالضبط، عن ما يحدث بالسودان الآن، فيما لو تم تصعيد هذا الصراع
هذا رح يفتح باب لتصدير الأزمات من أفريقيا إلى شمال أفريقيا ومن ثم إلى منطقة الشرق الأوسط. كل التغييرات التي حدثت نتيجة لطبيعة المجتمعات العربية، كل التغييرات التي حدثت بالعراق بعد 2003 أثناء فترة ثورات الربيع العربي وما صاحبتها من نتائج، هذه التغييرات التي حصلت بأنظمة الحكم لم تأتي بشكل سلمي، لم تأتي عن طريق ثورات بيضاء، تخللتها دائما فوضى. هذه الفوضى كانت لها نتائج سلبية، كانت لها انعكاسات. أنا دائما ما أستعمل هذه الجملة أنه الدول المنهارة أو الدول الهشة لا تؤثر فقط على نفسها، وإنما تؤثر وتصدر هذه الهشاشة على المنطقة المحيطة بها. أنا لا أؤمن ولا أذهب مع الرأي الذي يقول أنه التغيير راح يكون باقتلاع هذه الوجوه اللي موجودة بالعملية السياسية. تغيير للوجوه وليس اقتلاع، تغيير لهذه الوجوه. لا المجتمع الدولي ولا المجتمع الإقليمي الآن قادر على أن يتحمل أعباء كالأعباء التي تحملها بعد 2003 مع العراق ومع سوريا. وبالمناسبة هذا ما استهل به الدكتور برهم صالح عندما ذكر بعد 20 عاما دخل العراق ومنطقة الشرق الأوسط عصر آخر. فعلا هو العراق ومنطقة الشرق الأوسط دخلوا عصر واضح آخر. أشكرك سعد بن تحدث برهم صالح عن قضية ضرورة التغيير، التقويم، إصلاح، تغيير في العملية السياسية لأنها لم تعد صالحة، غير قابلة للاستمرار والحياة. من الذي، من المؤهل، من المنوط به أن يحدث تغييرا في العملية السياسية؟ نفس القوى هي تقدم مشروع للتغيير أم قوى خارجية؟ طيب هذه القوى هل سيقبل بها الشعب العراقي أيضا لتكون في صدارة إطار سياسي للحكم؟ نعم، يعني هذه في الحقيقة هي الحلقة الأخطر والأهم في ما أثاره برهم صالح، بل وما يعني يشغل المحافل والمعاهد والكتل السياسية والأفكار والعقلاء والمفكرين، أنه هذا البلد يحتاج إلى تغيير. فمن هي الجهة المنوط بها مهمة هذا التغيير؟ في الحقيقة يعني التغيير من جهتين استنفذ. العامل الدولي والإقليمي لن يغير، هم الجهات المتنفذة وصاحبة القرار الدولي والإقليمي يريدون العراق كما هو عليه الآن ضعيفا، ويمكن فرض عليه السياسات والمواقف. التغيير من خلال الوجوه القائمة والكتل القائمة والزعامات المعروفة، هذا مجرد يعني كذبة وغش يخدعون بها الناس بأن مقبلين على التغيير. والآن يتحدثون عن أن التغيير حدث في الحقيقة مع مجيء حكومة محمد الشياع السوداني، ودائما يتحدثون والكثير من عندهم يتحدثون بأن المهمة انتهت والآن التغيير ماشي، وهناك اهتمام بالخدمات واهتمام باستعادة الدولة وكأن الأمر انتهى. أنا أعتقد هذه يعني لم تغير من الحال شيء. البلد مأزوم، هناك برميل من الأزمات قابل للانفجار بأي وقت، هناك غضب بالشارع، هناك يوم بعد آخر، في كل يوم هناك تظاهرات وهناك احتجاجات وهناك توعدات بالقيام بعمليات بعصيان مدني. التغيير من وجهة نظري ممكن، وأنا أراه مثل ما أرى أي يعني شيء حدث في الماضي. الجمهور العراقي، المواطن العراقي، الملايين العراقية الغاضبة ممكن أنها تأخذ بمهمة التغيير كما حدث في ثورة تشرين،
التي اقتربت من عملية التغيير لولا أن هناك العامل الذاتي وطريقة القيادة والتوجيهات هي التي أخفقت في توجيه هذه الثورة. أنا أظن أن التغيير ممكن يحدث بقوى ليست دينية، ليست عسكرية، ليست مغامرة، ليست عصبية، ليست طائفية، ممكن أن تكون قوى مدنية، قوى غير أيديولوجية، قوى تؤمن بعملية التغيير، تقود عمليات الاحتجاج هنا وهناك التي نعم. تصبح تمرين إلى أن يصبح العصيان المدني، والعصيان نعم. المدني هو الوسيلة لعملية التغيير. ست هبة، هناك من رأى أن هذا المقال الذي كتبه برهم صالح بهذه اللغة القاسية، نظام منتهي الصلاحية، مزدرى، محتقر، هي محاولة كما يقول هؤلاء من برهم صالح للقفز من هذا المركب الموشك على الغرق، هذا المركب الميؤوس من إصلاحه وتقويمه على الرغم من محاولات يعني عديدة، ولن يلبث أن يلحق به آخرون ولو بعد حين من شركاء العملية السياسية طبعا. شنو رأيك؟ هو هذا طبعا تحليل صحيح، وأضف إلى ذلك أنه هو حاول أن يحافظ على صورته أيضا. القصة لم تنتهي بخروجه من كرئيس للجمهورية للعراق، كرئيس سابق للعراق، وإنما حاول بشكل دبلوماسي جدا من تشخيص هذه الجهة الجوانب السلبية العميقة والمتجذرة بالحكومة العراقية الحالية بدون أن يسمي أي أحد وبدون أن يتهم أي أحد، وإنما هو ذكرها بشكل مباشر. حتى الأطراف الفاعلة والتي أنا وأنت وكل العراقيين يعرفون تسميتها ويعرفون من هي الجهات التي تقف وراءها، هو لم يسميها، وذلك هذا طبعا جزء من الدبلوماسية التي يتمتع بها دكتور برهم صالح. استعمل هذه اللغة المحايدة جدا، بنفس الوقت هو كشف حقائق، هذه الحقائق يدركها الشارع العراقي، يعرفها العراقيين، بل يعيشون بها، وربما يعني هو لم يبالغ بها، هو أصلا العراقيين يذهبون إلى أبعد من هذه النقاط التي أثارها الدكتور برهم صالح أثناء هذه الخطبة التي ألقاها. هذه فعلا حقيقة وموجودة. هو حاول أن كمثل إبراء ذمة يعني للرئيس للعراق، كان هو يترأس العراق لمدة 4 سنوات، حاول أن يلقي بهذه الخطبة وأن يفضح هذه الجوانب وأن يكون بمعزل تام عن اللوم ربما مستقبلا، لأنه الكل يعرف أنه موجودين داخل العملية السياسية، وأنت قلتها بنفسك قبل شوية أنه كل اللي موجودين داخل العملية السياسية هم مسلوبين للحرية والتصرف، مسلوبين لإرادة كاملة كفاعلين أساسيين لهذه العملية السياسية. هم ليسوا فاعلين سياسيين لهذه العملية السياسية، هم أدوات جيء بهم. خيوط العملية السياسية هي خارج العراق وليست داخل العراق. هذا القول للأستاذ كان عبد المنعم الأعسم مغلي في التشخيص. شكرا جزيلا للأستاذ عبد المنعم الأعسم الصحفي والباحث السياسي، وكان معنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن. كما أشكر الأستاذ هبة الفدعم الباحثة في شؤون الشرق الأوسط، وكانت معنا عبر سكايب من العاصمة الأمريكية واشنطن. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.